أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وقال تبارك وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال تبارك وتعالى، لاحظوا، يؤتي الحكمة ومن يؤتى الحكمة. الحكمة ليست أمر تحصيلي. وفي الحديث المعروف أنه من الحديث القدسي: ليس العلم بكثرة التعليم والتعلم، إنما العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. ليس نور يقذفه الله، ليس العلم بكثرة التعليم والتعلم، ومن يؤتى الحكمة، مو من يجد الحكمة، يحصل الحكمة، يحقق الحكمة، يؤتى، يؤتي الله الحكمة، عطاء إلهي. فالخير الكثير فقد أوتي خيرا كثيرا هو عطاء إلهي. فالحكمة هي الحكمة المعنوية، ليست الحكمة المادية. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة إيتاء من قبل الرسول صلى الله عليه وآله، وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين. قال في نهج البلاغة: الحكمة هي حياة للقلب الميت، وبصر للعين العمياء، وسمع للأذن الصماء، وري للظمآن، وفيها الغنى كله والسلامة. قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: قوت الأجسام الغذاء، وقوت العقل الحكمة، فمتى فقد واحد منهما قوته بار واضمحل. العقل عندما يفتقد الحكمة يضمحل، بور، أبور بضاعة في الحياة هي العقل الفاقد للحكمة، بار واضمحل. وقال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: إذا هبت، هاي نهج البلاغة، هبت أمرا فقع فيه، فإن شدة توقيه أعظم مما تخاف منه. الحديث عن أبرز آفات الحكمة. الحكمة في هذا البحث هي الحكمة المتداولة، الحكمة الاستحصالية، ليست الحكمة الإفاضية. نور يقذفه الله، ليس هذا البحث عن هذا النور، هذا النور، لأن هذا النور لا آفة فيه بلا شك، بلا أي ريب. نور يقذف إذا القلب صار فيه إشراق نور رب العالمين، خلاص بعد هذا ما في ذرة آفة. حديثنا في الحكمة المتداولة. الحكمة يعني مفهوم يحمي الإنسان، يوجه الإنسان، ينور الإنسان، هذا المفهوم الموجود في العقل. حديثنا عن هذا المفهوم، وحديثنا أساسا في آفات هذا المفهوم، الآفات اللانهائية. هذا المفهوم الذي به يقوم الإنسان وتنهض كل مصالحه هو أكبر مقوض للإنسان ولمصالح الإنسان، هي الحكمة. حديثنا عن هذا الموضوع. إذن
ليصير خلط باعتبارنا نستعمل نفس الكلمة الحكمة، ليكون هناك على كل حال اشتباه أن هذه الحكمة هي التي قد أوتي خيرا كثيرا. كيف تكون الحكمة منبع الآفات الكثيرة؟ يمكن حوالي 10 ساعات مركزة بذلتها في البحث في الآيات والروايات، 10 ساعات مركزة، لم أجد ولا إشارة واحدة لهذه الآفات. هذا البحث يحتاج إلى تسديد، إلى عضد من النصوص المقدسة، ولا أجد ولم أجد، بحثت كثيرا، أنه ليس التصريح، فضلا عن التصريح، لم أجد إشارة حتى بعيدة، حتى فتشي على كل حال واهن جدا، لم أجد تأييدا في الروايات وفي الآيات على هذا البحث اللي أطرحه اليوم. فأنبه بشدة أن هذا البحث ليس عن مفهوم الحكمة بالإصطلاح القرآني والروائي أبدا، وأنبه أن هذا المفهوم، مفهوم الحكمة وهذا الإصطلاح في القرآن والروايات، لا يعني الحكمة العقلية المتداولة، إنما يعني علم ما ورائي، علم إلهي، هذا اللي ذرة منه يكفي للإنسان في كل أبعاد الحياة، في قبال العلم التحصيلي الذي الحجم الهائل منه لا ينفع ذرة في الحياة. زيارة دعاء الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في عرفات، يوم عرفة: إلهي، من كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعاويه دعاوي؟ إلهي، أنا الجهول في علمي فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟ كل العلوم المادية جهل، مو جهل، جهول صيغة مبالغة، كلها حديثنا عن الحكمة بالمنظار المادي، وإلا الحكمة اللي هي عطاء إلهي، إشراق إلهي، هذا ذرة حقيقة، ذرة منها تنور الحياة كلها في الدنيا والآخرة. الحكمة الإلهية نور، نور يقذفه الله فيه، ومن لم، قرآن الكريم يقول: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. روح ادرس، هذا آية قرآنية، هذه عبارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في دعاء عرفة. حديثنا عن هذا المفهوم المرتبط بالعقل، يعني هو النشاط العقلي، أشرف نشاط في العقل المادي، أشرف أرقى فعاليات العقل المادي الحكمة، عندما يصل الإنسان إلى درجة الحكمة، هاي الحكمة. حديثنا عن هذه الحكمة المادية القائمة بالنشاط راقي شريف للعقل، حديثنا عن هذا الموضوع، وإلا وأكد بكل تأكيد، وإلا أن قلت لا تجد ذرة تصريح ولا ذرة إشارة في روايات حقيقة، هواي تعبت ما وجدت حتى فد إشارة أن لكل شيء آفة. خو في الحديث أكو، خو لكل شيء آفة، خو شنو آفة الحكمة؟ ماكو، ماكو. مثلا أنه بعض الأشياء تؤدي إفرازات سلبية، ممكن فتشي من العقل مثلا فيه هذه الإشارة، ماكو، ماكو ولا رواية. حديثنا في بداية الأمر في هذا المجال، الحكمة المادية، شنو الحكمة المادية، تعريفها، شنو فوائدها، شنو آفاتها، راح نذكر هذا الموضوع. الحكمة هي أشرف نشاط العقل وأرقى عمليات الدماغ، وهي أبرز الجوانب المشرقة في الإنسان وفلسفة خلقته، أبرز جوانب فلسفة خلقته، والسبب من كرامته عند الله تعالى، والغاية من
تبوئه خلافة الله تبارك وتعالى، يتبوأ هذا المنصب الهائل. شنو ليش؟ لأنه الإنسان عاقل، والعاقل يعني شنو؟ يعني عقله ينشط ينتج حكمة. الفضائل والمكارم للحكمة لا تعد ولا تحصى، فالتعبير بالخير الكثير على لسان القرآن الكريم يقتضي اللامحدودية. نذكر هنا 10 من أبرز العناوين الحيوية القائمة بالحكمة. أولا قلنا حديثنا مو في الخير الكثير اللي يتعرض للقرآن الكريم، هذه على كل استعارة من القرآن الكريم، ولكن الحديث ليس عن الحكمة في القرآن الكريم. أبرز العناوين الكلية الحيوية بالنسبة إلى الحكمة، أولا الحكمة تخلق الصمود والثبات والتجلد في مواجهة المشاكل. واضح الإنسان أي شيء يملأه يشحنه بالصمود أمام المشاكل، الحكمة، العقل والتعقل والتروي، هذه تعطي ثبات أمام المشاكل. لا نريد أن نفصل لأن حديثنا الأساسي من هنا. ثانيا تصون الحكمة تصرفات الإنسان وجميع سلوكياته وتصريحاته الإرادية، عندما يريد يتكلم، عندما لا يكون منفعلا، التصريحات السلوك الإرادية، الانفعال يحدث تصرفات لا إرادية بعد، مو احنا الآن راح نجيب الانفعال. تصون تصرفات الإنسان، كل تصرفاته، حديثه، تصريحاته الإرادية، الحكمة تصونها، يعني صيانة تحميها من الفلتان من الهفوات. الثالث تخلق الأمان، الحكمة عجيب تخلق الأمان للإنسان، لولا الحكمة الإنسان كان ينقرض. حكمته مو هذه الحكمة الإلهية، ها هي هذه نشاط العقل الراقي، فعاليات العقل، صحيح، تخلق الأمان وتخلق منطقة حول الإنسان، منطقة الأمان يعني، وتوسع حاشيته عليه شيئا فشيئا. أولا تخلق الأمان له، الإنسان كيف لا ينقرض؟ ليش إحنا ما ننقرض؟ ليش إحنا بعدنا باقين ملايين السنوات الإنسان موجود؟ العامل الأساسي في حماية الإنسان هي الحكمة، تخلق الأمان وتخلق منطقة الأمان التي يعيش فيها الإنسان، وشيئا فشيئا تبعث بالتوسع في حاشية الأمان. يعني الإنسان المخاطر على مسافة مثلا متر من عنده، شيئا فشيئا الحكمة تجعل هذه المخاطر على مسافة 1000 متر، توسع دائرة الأمان، فهي أعظم حارس لنا الحكمة من المهالك والأخطار والسقوط، بل هي العامل الأساسي ضد انقراض الإنسان. رابعا تنير الدرب، الحكمة تنير الدرب في كافة المجالات وترشد الإنسان في جميع تخطيطاته، الحكمة نور إضاءة بها. خامسا تحول دون صدور انفعالات همجية غير عقلانية شططية لا إرادية تنقذنا من الخزي والافتضاح والعار. الحكمة انفعالاتنا تحول دون حصول انفعالات لا إرادية. سادسا تخلق الالتزام بالمبادئ والقيم والآداب والأعراف الكريمة. شنو اللي يحثنا يحفزنا على الالتزام بالمبادئ؟ هي الحكمة، الحكمة هي التي تلجئنا تفرض علينا الالتزام، صحيح. سابعا تخلق في الإنسان عقلية الوفرة وتجنبه عقلية الندرة التي متأصلة في جميع أبعاد الحياة، فالحكمة تلهم الإنسان أن الحياة غنية. إحنا أكفت حالة عقلية أساسية هذه منذ الولادة الإنسان يملكها، عقلية الندرة، دائما يخشى من أن يحصل على جذب في مواهب الحياة، فإذا فد واحد نشط أنا أخشى على مصالحي أنه ليكون نشاطه يحصد شيء كثير من المواهب الحياة، باشر أحصل على جذب وعلى خلق وأن تنعدم المواهب علي، هاي عقلية الندرة.
في كل المجالات، في السوق إذا واحد تاجر ينشط كثيرا، بقال ينشط، البقال الآخر يتضرر ويحس بهذا الضرر، مع أن الحياة غنية غنية، الحياة غنية بلا حدود، الحياة مواهبها ما تنتهي، لكل العالم يحصدون أضعاف حقهم ملايين الأضعاف، غناء العالم ما ينتهي، العالم غنية، العالم غني، مواهب العالم كثيرة جدا، مثل الأكسجين كثيرا نمثل إحنا هسه أكو، هل يحصد لأحد تجاه كثرة المواليد الآن؟ يقولون في كل يوم ما أدري كم مليون إنسان، ما أدري الرقم إيش قد، كم 100,000 مثلا إنسان يولد، خو هذول راح يخبطوها خبط، يخمطوها هذه الأكسجين كله ينخمط، وإحنا باكر شنو راح بعمرنا إحنا فكرنا فدي يوم أنه هذا الوتيرة من تصاعد المواليد باكر شنو تؤدي؟ عندنا عقلية وفرة في بالخصوص في قضية الأكسجين، صدق عندنا عقلية وفرة، الأكسجين في الشكل هائل اللي لو مليارات مليارات يصيرون ما راح ننعدم الأكسجين، هاي عقلية وفرة يسموها، هاي العقلية الوفرة لا تجدها موجودة لأي إنسان في أي بعد من أبعاد الحياة، فاستثناء هاي العقلية موجودة. إحنا لو على كل حال شفنا فد واحد شوية، على كل حال ليش الحسد أكو؟ الحسد ليش؟ ليش حالة الطمع، حالة البخل أكو؟ هاي كلها، هاي الرذائل كلها نتيجة عقلية ندرة، عندنا عقلية ندرة أنه كل شيء نادر، فإذا ذاك شوية أخذ حصة أكثر أنا راح أنحرم، هاي من أسوأ إنتاجات العقل غير الناضج الخام. الإنسان شيئا فشيئا لما ينضج يجد الحكمة، الحكمة تلهمه الوفرة، شعور وفرة تعطيه الحكمة، تعطيه الإنسان شعور بالوفرة، الوفرة في كل شيء، ما يخاف أبدا أن الحياة تضيع من عنده، ولا واحد يقدر شنو يحرمني من مواهب الحياة، هذا هي عقلية الوفرة، كل شيء موفور، لا 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 يجد الإنسان أي نقص في أي جانب من جوانب الحياة، مهما تعقدت الحياة ومهما تراجعت الأمور والمصالح ومهما على كل حال خسر الإنسان وفشل في الحياة، غنية، هاي عقلية الوفرة. من يخلق هذه العقلية؟ الحكمة تخلق، الإنسان الحكيم حكمته تملي عليه عقلية الوفرة. ثامنا، تعزز قوة الانتباه للتفاصيل وتعالج قصور الانتباه والانسياق للتشتيت، الانسياق المستمر، الحكمة تفتح العين، تخلي الإنسان منتبه بشكل موصول، منتبه بشكل مستمر، منتبه، حالة التشتت، التشتت، حالة الانسياق للتشتت، الإنسان دائما منسق للتشتت، فكرة متشتت، الحكمة لا تدع لسيطرة التشتت أبدا، لا تدع مجالا لهذا الانسياق، هاي الإنسان الحكيم دائما منتبه للتفاصيل، كل شيء تحت نظر الإنسان الحكيم. تاسعا، كفيلة الحكمة بتحديد حقيقة الأشياء وهويتها الواقعية. أكو فد نزعة، فد ميل شديد في الإنسان دائما نحو المبالغة، إحنا نبالغ في كل شيء، صدق في كل شيء، شنو يحول دون حصول مبالغة في أحكامنا، في استصدارات الأحكام، في إضفاء الطابع، إحنا نعطي دائما طابع لكل شيء بشكل مبالغ فيه، دائما إحنا نبالغ في حجم الكوارث، إذا فت كارثة نزلت بالإنسان، الله في القرآن يقول جزوع، حالة جزع شديدة، مبالغة في الجزع، جزوع في صيغة مبالغة، دائما نعطي حجم أكثر من اللازم بالنسبة إلى القيم اللي موجودة عند الآخرين، دائما فد اصطلاح على كل حال، إذا وجدت الدرهم في أيدي الآخرين يعادل مليون درهم عندي، هذه حالة المبالغة، الحكمة تصون هذه الحالة،
هذا الميل، هذه النزعة، نزعة الطبيعية في ذات الإنسان تجاه إعطاء حجم أكثر من حقيقة الأشياء، التزييف في هوية الأشياء. إحنا نزيف هوية الأشياء، حجمها شقد نزيف هذا الحجم. الحكمة تصون هذه النزعة، كفيلة بتحديد حقيقة الأشياء وهويتها الواقعية غير المزيفة، والحيلولة دون السقوط في الإفراط والتفريط وهفوات المبالغة والإفراطية. الإفراطية متأصلة في ذاتنا. العاشر الأخير، أبرز العناوين هذا العاشر وأعقدها على الإطلاق من نشاطات الحكمة، من إنتاجات الحكمة، أبرزها شنو؟ هي التمييز. هذا أشرف إنتاجات الحكمة، التمييز بين الأهم والمهم. وهذا لا تجد الملايين من الناس قادر عليه حقيقة، الأوحدي على كل حال، تمييز بين الأهم والمهم، وهو جدا مهم خطير. لأنه بالنتيجة الإنسان عندما لا يشخص الأهم شنو يصرف طاقاته، يسخر طاقاته من أجل المهم، والمهم هو أكبر عدو للأهم، أكثر شيء يذبح الأهم، يقضي على الأهم، يخنق الأهم. شنو المهم؟ مو إذا ما كان مهم الإنسان كان يلحق على الأهم. هذا المهم لأنه مهم، حتى في حالة الإنسان يدرك الأهم، يدرك الأهم، لكن المهم لأنه مهم يخنق الأهم. التمييز ومن ثم التفعيل، التمييز بين الأهم والمهم، هذه أشرف نشاطات الحكمة، والحكمة أشرف نشاطات العقل. وهذا لا قلت نادر. الأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: ليس العاقل، هذا نهج البلاغة، ليس العاقل من عرف الخير من الشر، إنما العاقل من عرف خير الشرين. شوفوا في رواية أخرى أيضا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يعرف الخير من الشر فإنما هو بمنزلة البهيمة. إذا أنا فهمت شنو زين شنو مو زين، هذا أنا توني صرت مستوى بهيمة. هذا كلام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. أن أفهم أن هذا شيء زين مثلا، شيء جيد، ولكن أكو شيء أهم من هذا، هذا المهم. أو أدرك أن هذا شيء فيه مفسدة، ولكن هناك شيء أكثر مفسدة من هذا، هذا اللي العاقل أمير المؤمنين يصفه بالعاقل، إنما العاقل، إنما أداة حصر. هذا اللي ما يحصل. إحنا شنو دائما نشوف أنه مثلا هذا مثلا ديبوك، خب إذا السرقة مفسدة، إذا أنا ما أجيب بوجهي فد مفسدة ثانية، لأنه راح يصير تمادي، يتمادى، وبعدين لما يتمادى تحصل مفسدة ثالثة، الآخرين يتعلمون مفسدة هائلة. خب أدركت أن هذه مفسدة هائلة، خب فإذا تصدى، وقف أمام السرقة مثلا، خب ممكن هذا الوقوف يؤدي بك شنو إلى الهلاك. الإنسان يقف أمام مثلا السرقة، هذا فد موضوعها، بأي ثمن، بأي تكلفة، تكلفة حياته، هاي فد مسألة جدا مهمة. هذا يسموه تمييز، أشرف نشاطات الحكمة، أشرف إفرازات الحكمة، هو درك الأهم من المهم، ومحاولة على كل حال الانسياق وال انصياع للأهم في جهة المهم، مهما كان المهم مهما، ومهما كان يؤرقك هذا المهم، ما دام أنه مهم فلا قيمة له ذرة في اتجاه الأهم. المهم مهما كان مهما فهو تافه بلا حدود في وجه الأهم، مو صحيح؟ يعني في مقابلة الأهم، في مواجهة الأهم. التافه على قسمين، هذه أقول له إشراقات على كل حال، التافه العنواني والتافه الصنواني. جاي فتشي عنوان تافه عنده اللي كل عامة الناس يعتبروه تافه، خب هذا واضح. فتشي هو مو تافه، مهم، ثمين، غالي، خطير، لكن عندما يجابل، يقابل الأهم بالصنوانية، يعني بالقياس، يتحول إلى شيء تافه.
مهما كان لو مليارات قل تكون، العمر حياة الإنسان أثمن. هاي الصنوانية نسميها في قبال العنوانية، العنوانية يعني العرفية. هذا حقيقة خلينا آخر عنوان حتى شوية نركز عليه الأهم والمهم. ومن من الناس من البشر والله بالملايين لا يمكنهم أن يدركوا يميزوا بين الأهم والمهم، أصلا يدركوا الأهم. الأهم والله فقط وفقط يدركه الحكيم، والحكمة نادرة فيما بين الناس. وإذا أدرك فد مصيبة كبرى أخرى تفوق مصيبة الإدراك، أنه خبز هذا أهم، لازم تضحي تذبح المهم، والمهم اسمه عليه، اسمه مهم. بعد أن الإنسان يتمكن أن يدرك المصيبة الأكبر، هي أنه تنفيذ وترجيح الأهم على المهم. من انشغل بالمهم ضيع الأهم، ضيع الأهم. ومنه يقدر يدرك التمييز، وبعد الإدراك منه يقدر يتمسك بالأهم. الأهم 99% من البشر ما يدركوا، فأنت المتمسك به شنو؟ مفرط لا محالة بالمهم، فأنت أكبر السفهاء في عيون الناس. صحيح يا لا أخي؟ الناس إذا أدركوا الأهم، فرقهم ويا أمير المؤمنين شنو راح يصير؟ ليش أن أمير المؤمنين كان دائما الناس يتفرقون عنه؟ ليش؟ لأن أمير المؤمنين يدرك شيء الناس أصلا ما يدركوا، وكان يفرط من أجل هذا الشيء الأهم، يفرط بكل مهم، بالآلاف من الأمور المهمة. الناس العقلاء اللي هم عقلاء ظاهريين يشوفون هذا أمير المؤمنين شو جاي يسوي، العياذ بالله تصدر منها فوات، ما يفتهم خو هذاك، خو ما يقدر يدرك الشيء اللي يدركه أمير المؤمنين. أوليس عجبا، هذا نهج البلاغة، أن معاوية يدعو الطغاة الجفاة إلى غير معونة ولا عطاء أو كذا فيتبعونه، وأنا أدعوكم شوفوا إلى المعونة وطائفة من العطاء وأنتم تركة الإسلام. شوفوا الخطاب مو للحبر بشمال جماعة أمير المؤمنين، من الزبد أنتم تركة الإسلام، يعني الإسلام طلع من بطنكم. تركة هو الفرخ، يعني هو البيض، بيض النعامة اللي ينفقس ويطلع الفرخ منه، يعني الإسلام طلع من بطنكم. شوفوا الخطاب منه، اعرفوا أمير المؤمنين دي يبين لنا أنه جاي خاطب منه، وأنا أدعوكم إلى المعونة وطائفة من العطاء وأنتم تركة الإسلام فتختلفون علي وتتفرقون عني. واضح الإنسان يشوف هذا مثلا مرجع، هذا قائد، هذا حكيم، خو أنت تعتقد بحكمته، بس لما ترجع يوم تشوف كل تصرفاته لا معقولة، كلها لا منطقية، خو بابا هذا جاي من أجل حماية فتشي أهم اللي أنا وأمثالي مليون نفر ما نتركه، هذا جاي يحمي ذاك، فلذا جاي يفرط بالمهم، ومو واحد واثنين، بألف مهم جاي يفرط. هو معلوم الأهم أهم من كل المهمات، صحيح؟ بس أنا أشوف هذا شبي، هذا شبي، فتختلفون علي، سوون لغوة تختلفون علي وتتفرقون عني. بس مو بس لغوة، أخيرا ما تقدرون تبقون تنفرطون. ثلاثة أمثلة أذكر حقيقة مهمة، هذه جدا مهمة، إحنا بعدنا ما دخلنا في موضوعنا الأساسي. فد مثال، فد واحد ضابط كبير كان في إحدى الدول، هاي دول منطقتنا، كان يقول دائما يعلمون الضباط، يقولون أنه إذا أكو جندي واحد جائع أنت ما لك حق تأكل، أنت ضابط، أنت شلون تأكل وبطنك تشبع؟ وهذول أكو ولو واحد منهم بعد جائع ما يجوز لك تأكل. حلو، كلام جميل. وإذا فد واحد مثل منهم مريض مثلا، ما أدري كذا، مو نايم، أنت ما يجوز لك تنام، تأخذ راحة، تخلد للراحة. فدائما يعلمون هاي القيم هذه، يقول لهم فترة بعدين لدرجات راقية بعثونا إلى الولايات المتحدة، فهناك أول شيء علمونا أنه شوف أنت ضابط، أنت إذا تنهار الجيش ينهار، أنت إذا تحصل عندك أبسط هفوة، إذا أي ضعف يصيبك، أي خلل يضيفك يصيبك، هذا راح ينعكس تكلفته واية باهظة. لو 100 جندي على كل حال يخور
مو مشكلة، بس أنت دير بالك عليك. فلذا لو ولا واحد منهم ما ماكل، أنت أول شيء شبع بطنك. كان يفهمونه بالبلد، ما يقول ليش هاي هذا البلد يحكم العالم؟ القضية مو قضية كل نعيشها مبادئ وش اسمه، بابا المصلحة، المصلحة الكبرى. قال كانوا يقولون أنه لو ولا واحد منهم يقدر ينام، أنت أول شيء فكر دبر راحتك ونومك أنت، بعدين فكر أنه هذول ينامون ولا ما ينامون. كان يقول هيك يعلمون، احنا دزونا فكل المعادلات اللي موجودة في الدول العالمية أن الضابط على كل شرف يقتضي أنه شنو لا يخلي، يقولون بالعكس تماما، يقولون دير بالك على نفسك، بس شبع نفسك أول ما تشوف الجوع. أنت فكر بطنك هسه الأكل يلحق على على الجنود أو لا؟ لا يلحق بيهم، خلي يموتون من الجوع. هيك يفهمونه، أنت لا ضابط، أنت المخطط، أنت المقيد، أنت اللي تبدأ وأنت اللي تنتهي، تنهي، أنت اللي مصدر كل الأوامر. أنت لازم واعي، مو نعسان دايخ نص الليل ما نايم حتى شنو. هسه ما أريد أأيد هذه الفكرة، ها على كل حال في الحديث أكو، في الروايات المتواترة أكو أن رسول الله صلى الله عليه وآله في الحرب في اليوم بالنهار قال أنا بارحة بالليل للصبح ما قدرت أنام، لأنه واحد من الأسراء كان يئن، كان مريض ما أدري مثلا مجروح كان يئن، مو أنه كان يشوش على النوم، لا إنما على كل حال رأفة بهذا الأسير كافر جاي يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي هل قال فبما رحمة من الله لنت لهم؟ على كل حال الآيات هذه، هذا في موضوع آخر. على كل حال ما أريد أأيد هذا الكلام، بس أريد أنقل أنه هناك بحث أهم ومهم في معايير الأهم والمهم. على كل حال المبادئ والقيم تتغير، ما يصير أنت المبادئ والقيم تصيغها طبق معايير أولية، ما يصير. الحرب قائمة والضابط لازم يكون على أشد الوعي. والقضية في رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن تختلف، في القضايا الدينية تختلف، هاي معايير مادية. هاي القصة الأولى. القصة الثانية، كان فد واحد من أصدقائنا كان في بغداد يقول شايب الآن الله عافيه طول عمره بالثمانينات، كان يقول كنت مدير حقل دواجن، شركة كبرى كانت في بغداد. يقول ذاك الوقت قصة مال أيام يمكن الستينات، يمكن يقول يمكن نص مليون عدد، يعني كان يقول 10 قاعات كبرى كانت في كل قاعة أقل من 50,000 من الدواجن دجاج كان فيه. على كل كان أكو مالك، دائما أنا كنت وياه أدير المشروع. فمن جملة الأمور كان يقول كل يوم يجيبون قائمة هذول العمال مجموعة من الدواجن التي أخفقت ماتت، كل مثلا صالون في 10-15 شكل يجيبون، فيوقع عليهم شو اسمه المالك، هذا يقول ابن المالك كان مباشر في الإدارة، أنا كنت مدير مساعد له، فيودوها للمحرقة لأنه ما يدفنون لأنه خوف التلوث، ميتة الدجاجة الميتة يدفنوها، ما يدفنوها يحرقوها بعدين يدفنوها، فكان يوقع رأسه. فصارت له سفرة، هذا ابن المالك اللي هو كان المباشر راح إلى تركيا كان يقول. فأنا بقيت أسبوع أنا أدير الأمور بكل شيء اسمه، فقررت من أول يوم أنه أي عدد من الدواجن اللي تخفق تموت تجيبوها أنا أشوف حتى أوقع وتودوها لشي اسمه. فتبين أنه العدد اللي يقولوا كله مزيف، 3-5 يموتون يكتمون 15 والباقي هم يشيلوها. فمن يوم اللي هالشكل ضبطت الأمور، أنه ما يصير أنه تجي العامل يجي يقول لي أنه ماتت عدد كذا وبعدين يودوه، ما يصير، لازم أنا أشوف أشيك. فلما أشيك أشوفهم وميت أخو، ما يقدرون يجيبوا لي هالشكل العدد. فانضبطت الأمور وهاي العدد قل، صار 10 مثلا. فبعد أسبوع لما أجي هذا ابن المالك قلت له بابا أنت تدري القضية هالشكل وأنت سنوات تديرها على كل غشيم أنت؟ قال لي لا بابا أنا مو غشيم، أنا أحسن منك أدري إذا اللي تكذبوا، بس أنا أدري وكل القضايا أدري، أنت توك جاي أصلا، أنا مالك هاي شو اسمه، بس أنا مراعاة أنه هذول بالنتيجة إذا ما أسمح لهم هالمقدار من التسيب باكر يضرروني أكثر، أقلا أنا جاي أدري أنه أولا جاي أدري أنه وين جاي أنغشم،
أحسن مما راح أنغشم في مكان اللي ما أدري. هذا أحسن، هذا أولى. إذا أنا وقفت أمام هذه الخدعة، هذا الكذب، راح يخدعني في مكان آخر ربما ما أدري ذاك المكان وين. وأنا ما هذا الآن حسب خبرتي أنا أدري مو معقول 10 يموتون. الآن أنا بخيالي بعبقريتي ببراعتي استكشفت منطقة الخدعة، هذا أولا. ثانيا هذه المنطقة لا تكلفني الكثير، غاية الآن فت 50 دجاجة كل يوم، 50 دجاجة أمام 500,000 دجاجة، مش من نتيجة جاي انخدع بخمسين دجاجة، مش هذا. باكر إذا أنا وقفت أمام هاي الخدعة، هذول مثلا وكلوا الدواجن، وكلوهم سم مثلا، من نتيجة حرقتهم يريد يطلع العرقة، ما عنده مجال، لأنه أنا على كل حال مسكت إيده ما خلته يسرق. فأنا أسمح، شوف هذه حقيقة غاية في الحكمة، هذا الكلام أنا أسمح بالتسيب، هذا تسيب واضح عالما عامدا، وأنا أقدر أقف أمامه بسهولة، أنت قدرت توقف أمامه، بس على كل حال أنا أسمح بهذا التسيب من أجل شنو؟ الحيلولة دون حصول تسيب في مجال أخطر وفي حجم أكبر وحيث لا أعلم. أنا الحمد لله من ثلاث عناوين الآن وضعي أفضل من ذاك الوضع. أولا أدري، أدري العدد شنو، أعرف وين دي أنغشم. ثانيا الحجم قليل، إسا 50 دجاجة محدود، وهذه الوتيرة ما راح تصعد أصلا، تبقى على الآن سنوات هي 50 دجاجة. بس إذا خلى السام والدجاجات فجأة في 200 ماتوا أو 1000 منهم ماتوا، خلوا نسمخوا العدد ينفلت بعد ذاك الوقت ما ينضبط. القصة الثالث، المثال الثالث، يمكن كثيرا صايرة لكم، عندما الإنسان يركب في الطائرة في كل مرة يلقنوا أكو في التعليمات كأنها ما أدري شنو لازم يلقنوها، لو ما يلقنوها الإنسان فت أسطوانة، هذه فت غزالة لازم تسمعها أنت، لو شنو يصير هذا فت شيء من مثلا تعليمات الأساسية في الطيران، من جملة أنه يقولون إذا حصل اضطراب في الطيران تقع الأقنعة تتعلق، أنت على كل حاول تلبس الإقناع، قناع الأكسجين يسموه، فدائما يأكدون أنه أنت استعمل القناع قبل أن تعين الآخرين في ذلك، حتى إذا أكو طفل قبل ما أنت تحاول تلبس القناع البس القناع عن نفسك. هاي مو أنانية، هذه هاي حكمة، هاي حكمة حقيقة، هذا أهم مهم. ليش؟ لأن الإنسان ولو الأنانية تفرض أنه يعني على كل حال الإنسان لازم ليكون أناني، فلازم يخدم الناس قبل ذاته، ولكن الإنسان اللي هو مضطرب وما لابس قناع فربما يؤذي الآخرين أو ربما عملية المساعدة تعاق، أما إذا أنت تلبس بعدين براحة بال راح تعين الآخرين، فيشوفون أن هذا أهم، أنك أنت في عمليتك لمساعدة الآخرين تكون هادئ البال، رابطة الجيش، الإنسان اللي قلبه مضطرب أنه نفسه ما يطلع وما يصعد كذا، هذا شلون يقدر يعين الآخرين إعانة جيدة صحيحة كاملة؟ هذا مسألة أهم مهم. فد مسألة أكو أن الإنسان هناك بلا شك قيم ولا شك هناك مبادئ، هناك لازم الإنسان يضحي، لازم الإنسان على كل حال يفرط بنفسه من أجل حياة الآخرين، بس بعض أوقات هذه المبادئ لا تتواس، لا تنسجم مع الحكم، حكمة عفوا، مع الحكمة، فلازم الإنسان على كل حال لا يضحي بنفسه، لا يقدم الآخرين من أجل شنو؟ مراعاة المصلحة العامة، مو مصلحتي أنا. إذا أنا لاحظوا قدمت نفسي في استعمال الأقنعة، أقنعة الأكسجين، هذا مو مراعاة مصلحتي الذاتية، هاي المصلحة العامة تقضي هكذا، لأن الشغل راح يصير أرتب، الشغل راح يصير أنجح، إعانة الآخرين ولو ممكن راح يسبب أنه بعض الناس في هاي الفترة راح يموتون، بس هذا أهون من ما أنه أركب للآخرين وأضطرب وهم أموت ذاك هم أموت نفسي، هاي مصلحة عامة مو مصلحة ذاتية، هاي مو أنانية. على كل حال هاي ثلاثة أمثلة. نبدأ بالبحث الأساسي، أبرز
مظاهر الحكمة هو تصديها الموصول للنشاط النفسي جبار وهائل للغاية، وهو نزعة التهور. أكو فد نشاط، هذا نشاط مخي الحكمة، أكو هناك نشاط نفسي يرتبط بالشجاعة بالقلب. الإنسان عنده ميل، عنده نزعة شديدة لشنو؟ للمجازفة، للتهور. بل كثير من الناس هاي النزعة بيهم واهنة خائرة واطية، ما عنده، راضي بالمقسوم، راضي بالواقع، ولكن هذه نزعة موجودة. ربما على كل حال تخور هذه النزعة، هذا الميل ما يكون شديد، الميل إلى شنو؟ إلى المجازفة، إلى الإقدام، المبادرة، فتح طريق الحصول على الشيء الجديد، الحصول على مواهب الحياة. إنسان يحب يكرف المواهب، هذا الكرف يقتضي مجازفة، يقتضي مبادرة، يقتضي تهور. هذا التهور، هذه طاقة موجودة في النفس، موجودة في النفس. هاي الحكمة، هاي الطاقة الهائلة اللي موجودة في العقل، إذا تكونت بلغت درجة الحكمة، أول شيء تعادي هذا الطاقة النفسية، الطاقة إلى شنو؟ الإنجاز. أنا أريد أنجز. فالإنجاز يلازم شنو؟ المخاطر، اقتحام المهالك. منو يقف أمام الإنسان يصون الإنسان تجاه هذا الاقتحام في المهالك؟ الحكمة. الحكمة تقول له بابا ولك شبيك، بالك ولك، تدري شنو جاي تسوي؟ جاي تعرض نفسك للهلاك. هاي الحكمة اللي هي ثمينة بلا حدود وتصون الإنسان، هي التي تحمي الإنسان من الانقراض، هي بذاتها أهم مقوضات الإنسان في الإنجازات. أنا أريد أنجز، الحكمة ما تخليني. شنو يأخذ بأيديه؟ من شنو اللي يعرقل مشروع الإنسان إلى القمة؟ أنت مشروع، قلت هذا المشروع يختلف عند الناس، بعض الناس هواية وقودة شديد، بعض الناس خاملين، قلت خائر وحل، بس هذا الوقود موجود. هذا الوقود سواء كان وقودا على كل حال عنيفا، الوقود إلى القمة، الوقود نحو الإنجاز، نحو تحقيق الأهداف الكبرى. أكو آمال، صحيح؟ أكو حلم في راسي، حلم أصير مثلا كذا، هذا الحلم موجود. شنو يقف في وجه هذا الحلم؟ تدرون شنو؟ الحكمة. هاي اللي أبرز عنصر في الإنسان، هي أبرز عنصر في تقويض الإنسان، في الطيحان حظ الإنسان، لعنة أبدية على المبادئ، على عفوا على الحلم والآمال والإنجازات، تجي من قبل هاي 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 الطاقة، هاي مركز الطاقة، الحكمة تقوض، تثبت، أكبر مثبت هي تثبت عزيمة الإنسان في المهالك، فلذا تحمي حياة الإنسان. الحكمة دونها ما كان الإنسان يبقى حقيقة، كان مثل الديناصورات كان ينقرض الإنسان. منو خلى الإنسان يبقى؟ هي الحكمة. لا ينكر أن الحكمة هي أشرف نشاط في العقل بلا شك، بس في نفس الوقت هاي الحكمة تحول دون، يعني تقف في وجه النفس، هاي الطاقة النفسانية هي طاقة في قبال طاقة، أكبر مقوض للطاقة النفسانية الحكمة. تصرخ وبعدينها مو توقف بشكل واهن، لا، تسب للنفس، تقول ليش بيك أنت أبله، أنت أخرق، وينك أنت، وين هاي الأهداف الكبرى، أنت وين؟ والحال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ كل شيء تربيه في مخك هذا أقل من حجمك. أمير المؤمنين يقول: سنريهم، قرآن يقول آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، خلق لكم لا سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، كله مسخر، يعني تحت سلطتك، تسخير يعني سلطة. وأنا شنو؟ إذا شوية
حاولت أنه أحفز من أهدافي رأساً الحكمة تقعد تستيقظ يقول له شبيك يا أبلة ولا كنت وأنا تريد تروح جاي تعرض نفسك للهلاك. بابا شنو هلاك؟ أريد أصيد مثلاً 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 أكبر عالم في الحوزة. الحكمة تقول له ولك عيب عليك روح تستهزئ بي. حقيقة الإنسان لما يشوف طاقاته شو أنا وين؟ لا أبويا مرجع ولا عندي فلوس ولا حوزة قوية ولا أحد يقبلني مرفوض من كل مجال وين أصير أكبر عالم؟ شوفوا هاي الحكمة تستهزئ بالإنسان تصرخ في وجه الإنسان تثبط الإنسان بلا حدود. حقيقة آفات الحكمة بلا حدود. الحكمة من أجل صيانة الإنسان من أجل أنه شنو تحميه من المهازل حتى لا يطيع في مهزلة لا يضحكون الناس عليه. أخي بس الإنسان يريد يبادر بس الإنسان يريد يتصدى يريد يبادر يجازف أكو خطر أنه باشر كل العالم يضحكون عليك تطلع فاشل خو. فالحكمة تقول باوة من أجل أنه لا تحصل هذه المهزلة فيك أصلا أساسا أنت لا تخلي خطوة قدام من أجل أنه هذا الإنسان ممكن باكر ما تقدر تعيش وياه أصلا لا تعقد علاقة وياه. إحنا ملايين العلاقات نخسرها من أجل خوف الافتضاح أو خوف الندم أو خوف الفشل. هو بابا أنت ابدأ وياه بلش وياه وباكر انفشلت ما يخالف ما صاير شيء شنو متخسر خلي الناس يحشون مهم أنت تحقق آمالك أنت تحقق أمنياتك حلمك. من يخلي الحلم يبقى دفين كلها هاي الملعونة الحكمة. حكمة الإنسان من خوف الافتضاح تثبط الإنسان من خوف الفشل من خوف هي تلقنا ترمي الإنسان بوابل من المقوضات والمثبطات وابل بس الإنسان يقرر أنه مثلا أنا أفتح تجارة مثلا فتفرع في مدينة ثانية مثلا رأسا تبدأ بابا هذول كلهم ناس نشالة رعي بوقوق. الإنسان اللي هي شكل يفكر أخيرا يبقى إنسان محدود. هذا الإنسان اللي خليفة الله هذا الإنسان اللي الله أودع فيه دحس 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 مواهب هاي المواهب تضيع كلها بسبب شنو هذا الوابل من شنو تهديدات اللي الحكمة بس حقيقة كلش ذكية هاي الحكمة. صحيح وما على المحسنين من سبيل هذا هاي النزعة في الحكمة هاي مو نزعة خبيثة هاي نزعة حميدة هاي تريد تحمي الإنسان اللي هيك تحف يعني هيك تثبطه تخاف على الإنسان. الحكمة تخاف على الإنسان من الهلاك تخاف على الإنسان من الافتضاح تخاف على الإنسان من الخزي تخاف على الإنسان من تخاف على ما يوجه الإنسان تخاف على ممتلكات الإنسان. هذا مصلحة حقيقة هي التي تؤمن كل المصالح الأساسية في الإنسان ولكن في نفس الوقت هي أكبر كارثة على الإنسان هي التي تخنق المواهب هي التي 99% من الفرص تقتلها تدفنها تقضي عليها فرص هذه هاي فرصة بس لأن الفرصة شنو مو واضحة معالمها مو بينة أخيرها مو معلوم شنو رأساً مو معلوم الحكمة تقول مو معلوم وين رايح تعتبر هذا الإقدام هذا شنو هاي رعونة خفة عقل الحكمة تعتبر هذا لأن مو معلوم شنو أنت وين تخشش رأسك أنت هو الإنسان إذا ما يجازف إذا ما يخشش رأسه إذا كل شيء لازم يكون منضبط ومرتب بعدين يدخل فيه خو هذا ما راح يحقق شيء في الحياة. هذول اللي حققوا شيء غيروا من واقع الحياة هذول الناس خششوا رأسهم بالمجهول وبالي رأسهم كثيرا ما انكسر ومرة ثانية حاولوا وما توانوا عن المبادرة والإقدام أخيرا غيروا من واقع الحياة. ليش هاي الآية قرأتها أول حديثي كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون هذا يقولون أو المفسرين كلهم يقولون أو يعني ومجنون يعني قبل هذول أمة النبي صلى الله عليه وآله كل الأنبياء يعني كم نبي ما أتى إلا استثناء في سياق النفي يفيد العموم
يعني 124,000 نبي. الأمم قالوا هذول مجانين. هو ليش مجانين؟ ما يم لأنه ليش؟ لأنه لا يمكن الإنسان يحصد الدنيا بدون طريقة جنونية. ما يمكن. إذا تريد تراعي المعايير العقلية ها لازم تنحسب تنسحب من الحياة وتنحسر من الحياة وتأخذ دورك الله وكيلك. لما أنت ما تقدم فالحكمة ما تلومك أبدا. فلما ما تقدم خم ما تنجز. الأنبياء لقحوا كل مقومات الحياة. كيف تمكنوا أن يلقحوها؟ بشنو؟ بمبادرات. على كل حال أشبه ما تكون اللهم في يقول الله يستعجب يعني يذكر كلمة تعجب شديد يقول أتواصل به. شنو هذا 124,000 نبي كلهم يقولون مجانين؟ شنو واحد يوصل آخر؟ شوف التعبير من الله هذا استفهام استنكاري. الله يتعجب هذا ولا متعجب حقيقي خو؟ على الله تعجب حقيقي على كل حال محال. أما هذا تعجب مجازي. الله يتعجب يقول شنو القضية 124,000 مو 1 و10 و200 124,000 نبي ماكو واحد يجي الأمة تقول هذا مجنون. شنو واحد يوصل آخر؟ بل هم قوم طاغون. هو هذا التعجب يكشف أن في نظري حقيقة هذه الآية عشرات السنوات مستوقفتني. شنو القضية؟ شنو 124,000 نبي كلهم مجانين؟ كل هذا الموضوع اللي الآن جاي أبحثه استخلصت من نفس هاي الآية أنه لا يمكن إحراز إنجاز شيء كبير إيجاد شيء كبير إلا بالخروج من المعايير العقلية. في الوقوف لا يمكن إلا من حيث الوقوف أمام خطابات هذا الخطابات الهائلة التي تصدر من الحكمة. فلذا الأنبياء كانوا يقولوا مجانين لأن تصرفاتهم كان غير معقولة. الحكمة ما كانت يعني حكمة الأمم ما كانت تقتضي هذا التصرف. النبي شنو كان؟ كان يريد أكو طاقات. الله تبارك وتعالى أودع طاقات. هاي الطاقات جاي تروح هدر بالبحر. فما كان يمكن للنبي أن يستثمرها إلا أنه شنو يشمر. يريد يمشي على كيفه ويريد يتصرف حسب ما يروق للعقلاء ويريد ما أدري يأخذ راحته ويلتزم بمنطقة الراحة يلتزم بمنطقة الأمان. أكبر كارثة على الإنجاز أكبر كارثة على تحقيق الأهداف الكبرى الآمال والحلم هو شنو؟ أن تلتزم منطقة الراحة مالتك والمنطقة الأمان اللي عقلك دبر لك. يعني إنسان يعيش في منطقة أمان لازم تطلع من أمانك تروح تجازف لطيفية وما أدري فلان تروح هناك أكو قتل مثل وش ما يصير إذا أنت تريد تقعد ببغداد بمكان بيتك وخلاص تأخذ تقضب بيتك تجابل أهلك وعيالك. هذا ما أنت ما تقدر تحقق شيء منجز جزيل. إذا تريد أن تكون منجزا في هذه الحياة لازم تطلع من ثلاث مناطق ثلاث دوائر. هذا أثمن كلام ربما تسمعونه في مجال الإنجاز. دائرة الراحة، دائرة الأمان، دائرة العقل. هاي الثالثة كلش صعبة. حديثنا الآن ضد الحكمة، دائرة الحكمة. شهد الله هاي ثلاثة مع بعض. إذا أنت اثنين منهن تمكنت أن شنو تتجاوزهن ما يفيد. هذا مع بعض ثلاثتهن لازم شنو تغض الطرف عن هذا النية. أمان ورا أنت تريد راحة والمكيف شغال على راسك. شنو هذا؟ الأنبياء ما هالشكل اشتغلوا وما نجحوا هالشكل. دائرة الراحة ماكو راحة في الدنيا. إن شاء الله بالقبر راحة إن شاء الله إن شاء الله. الدنيا كل ما تشوف أكو طوفة حائط كونكريت خشش راسك يا راسك ينكسر يا الطوفة تنكسر. الإنسان اللي هالشكل يتصرف هذا الإنسان أخيرا يحقق فتشي إعجازي. وإلا على حطته على كل حال يدخل في هذه الدنيا ويخرج من هذه الدنيا وبينهما شنو يعيش حياة بائسة خائرة متخلفة. حياتنا هاي حياتنا كلها الشكل الحقيقي حقيقة. هاي لعنة الحياة هذه. راحة
روح ابذل جهد شمر امان دائره الامان اطلع من الامان اذا تريد كل تحافظ الامان اللي حولك ما تقدر روح خشش راسك براس فرعون طببه وبعدين هم اكلها قتل مو بس قتل كلش خشش راسك وبعدين انت فتشي يمكن مسوي يوم يمكن ما مسوي اصلا والشيء الثالث المعايير اذا تريد تتصرف طبق معايير عقلانية منطقية ما يصير ما يصير هذا حديثنا في الثالث كلش مهم تستوطن الحكمة في العقل وتستوطن المبادرة في النفس المبادرة وبالذات في نزعاتها وميولها وكل واحد منهما يحتويان على طاقة هائلة في مواجهة الأخرى كل واحد المبادرة تدرون روح المبادرة إذا عنده إنسان روح قوية في المبادرة يقوض معايير الحكمة أريد أسوي هسه هذا طريقة عقلاء يوم عقلاء أريد خلاص وكل واحد منهما يحتويان على طاقة هائلة في مواجهة الأخرى والتصدي لها وسحقها كل واحد ما يكون فعال إلا أنه يسحق الثاني خب هسه الآفات بلا حدود شنو حقيقة هواي فكرت استخلصتها من بعض المفاهيم كذا هاي المطالب العشرة أظنها مهمة جدا هذا بيت القصيد أصلا كل حديثنا هو هاي العناوين العشرة أولا آفات بلا حدود لا شك أننا شوفوا إحنا نحتاج أن نأخذ عبرة من الماضي هاي المصيبة الأولى في الآفات بالك بالك لا تخلي عينك على الماضي الماضي البائس أكو فشل عندك في بعض التجارب الماضية لا تخلي عينك على هذا الفشل خليه الإنسان لازم يأخذ عبرة حتى لا يكرر الفشل فالنظر إلى الماضي ضروري حيوي للغاية بس فد مصيبة أكو بس أنت هذا الماضي يقترن بالحكمة مالتك الحكمة تقوض عزيمتك شد رجلك خلاص ما تخليك تتحرك فإذا تعال هذه الحالة الحيوية جدا الغيها شو نسوي بعد من باب أهم ومهم الإنسان ضروري ينظر نظرة على ماضيه وعلى الفشل اللي محقق حتى يأخذ عبرة يتعلم العبرة جدا جدا مهمة بس فد مصيبة أكو أن هاي العبرة تكلفتها باهظة تكلفتها باهظة مكلف مكلف هاي العبرة ليش لأن أنت النظر هاي النظرة تقترن رأسا تلصق بشنو؟ بحكمة الإنسان حكمة الإنسان يقول هذا أنت من جرب المجرب حلت بهل ندامة وأنت تجرب رب باشر مرة ثانية تندم ماكو جارة تعالوا شيل عينك من الماضي أصلا لا تجيبه بمحل الاعتبار لا تعير لأهمية حتى شنو تتحرر من هاي الحكمة الحكمة تخنقك ما تخليك وإذا ما تتحرر ما تقدر تنجز ماكو جارة صدق أنا أعي أن الإنسان ينحرم من تجربة ثمينة بليغة الثمن هذه خسارة كبيرة بس ماكو جارة أحسن مما أنه أنت أصلا ما تقدم شوف الحكمة هي خانقتك خنك وهي ما مخلي لك نفس هاي الحكمة بس تقترن فد عامل طاقة إضافية وهو الماضي البائس ها خلاص بعد أنت بالحكمة ما مقيش فكيف إذا هاي الحكمة اقترنت بقوة طاقة إضافية أنت تقدر تقيش بعد فأنت أخيرا ما راح تشيل قدم فأنت بالنتيجة مع هذا الاقتران لا يمكنك أن تبادر فإذا شنو خلاص خسران أن تبادر وتفشل أحسن مما أصلا لا تبادر أساسا أقل لأن الفشل هو نجاح إجمالي ولكن فشل من حيث المجموع الإنسان لمن لا يقدم هو شنو فشل مطلق والخير البسيط أهون من العدم المحض مو الشكل هذا الأول هذا أول في موضوع الحكمة لا شك أننا بحاجة إلى الانتباه للماضي المرير القاسي البائس ليش لأخذ العبرة منه لكنه عملية خطيرة للغاية الإنسان لما يقرأ يشوف تاريخه كله فشل خب عزيمته تروح مهجته تروح بعد بمهجة يتحرك هذا
خطيرة، عملية خطيرة، هذا النظر إلى الماضي البائس عملية خطيرة للغاية، لأنها ليش خطيرة؟ تزودنا بحجم هائل من الحذر والحيطة أكثر بكثير من حاجتنا للعبرة. هي العبرة يحتاج الإنسان شوي يكون على حيطة، مو يقول أعمى ويخشش رأسه، بس هذا الالتفات للماضي يخليك أكثر من اللازم تلتفت وتنتبه للحذر، وهذا الانتباه يعيقك، يعيق حركتك، يعيق سرعتك، يعيق شنو؟ صلابتك وأقدامك. أنت لما هاي الخشبة القوية إذا تريد تضربها تكسرها، إذا أثنى شك عندك، خشبة كلش قوية، تدري إذا هاي إيدك ما عبرت الخشبة هذا العظم ينكسر، أما إذا عبرك الضربة ما تصير قوية لأنه تنكسر الخشبة، تنكسر لأن تنكسر، فإذن الضربة اللي تقاوم هذا العظم، هذا عظم هش، هذا مو عظم قوي، بس أنت إذا نجحت في كسر الخشبة هذا العظم أبدا حتى ما يتأذى، ما ينخدش أصلا. ليش؟ لأنه تنكسر الخشبة اللي تعبر ما توقف، أما لو كنت تحتمل أنه يمكن ما تنكسر، هسه تنكسر يوم ما تنكسر، هذا تعطيك هاي الحالة تردد، هذا التردد ما يخليك بكل طاقك تنزل إيدك، فهذا نتيجة شنو؟ أن الإيد تنكسر، الخشبة ما تنكسر لأنه عندك ذرة تردد، فلازم شنو؟ تستعمل معايير جنونية، صير مخبط، ماكو شارة، والله ماكو شارة، ولا الإيد تنكسر، يو لا تقدم، خلاص ابقى خائر، ابقى متقاعس، منسحب من الحياة، إنسان منزوي، أخبر أجلكم الله، أو إذا تريد تقدم ذرة لا تتردد، هذا التردد ذرة 1% راح يكسر هاي العظم، وراح العظمة تنكسر، والعظم راح ينكسر خلاص، إيدك تبقى عليلة إلى آخر الحياة. اضرب ضربة كأنه متأكد ماكو، لا تخلي عين على الضربة السابقة اللي ضربتها وفشلت، قول خلاص، فبكل قوة جنونية نزلها، يقينا راح تنكسر العصا، إذا انكسرت العصا هاي اللي ذرة ما تتضرر، لأنه تدري الضربة لما ذيك تنفلت، يعني العصا تنكسر تنفلت، فماكو مقاومة، فالإيد ما أصابتها مقاومة شديدة، فالمقاومة كلش بسيطة، فالإيد أصلا ما تتألم أصلا بيها، بس إياك إذا هذه ما كسرتها 60 سنة هاي إيدك عليلة بعد خلاص، وقبل ألم بيها ولازم يعلقوها، وين تتعدلها؟ تدري العظم مجوف هنا، لما ينكسر كارثة. هذا، فإذن النظر إلى الماضي كارثة أساسا، لا تنظر إلى الماضي حتى لو تفشل، لأن هذا النظر إلى الماضي يعزز فشلك. طاقة، هي أساسا عندك طاقة رادعة ما أخذ قدامك، هي الحكمة، هي جاي تنفخ بيك، هي جاي ترميك بوابل من المثبطات، هي قضية كارثية أساسا، أنت ما قادر تتجاوز هاي حكمتك، حكمك موجودة فوق الحمل، تعلاوة بعد هم تجيب لك فد مصيبة ثانية، خلاص تقوض مشاعرك، كل طاقتك تتقوض، هاي المطلب الأول. ولذا يجب الحيلولة دون، شوف، حاول الحيلولة دون اقتران الحكمة بآلام الماضي وإخفاقاته الصادمة، أصلا لا تخلي تقترن، شلون لا تخلي تقترن؟ أصلا لا تلتفت إليها، لا تنتبه إليها، كارثة خو ما تنتبه، أحسن مما تنتبه، لأن الكارثة أكبر إذا انتبهت. معايير هذه عقلية، هو العقل يحكم، هي الحكمة هي تقبلها، هي الحكمة ما تقول هذا الشيء. الثاني، إنها أعظم طاقة تعيق الإنسان عن بلوغ الأمان والآمال والأهداف، بل حتى التفكير والتخطيط لها، فتبذل الحكمة شنو؟ جهودا بلا نهاية من أجل شنو؟ تقويض طاقاتنا الجبارة المسخرة لأي إنجاز حقير أو خطير، بحجج واهية كالتحذير من الافتضاح بين الناس. الحكمة طاقة هائلة دائما ترمي الإنسان على كل حال، تقوض طاقاتنا الجبارة المسخرة بحجج واهية، تفتضح، تخسر زوجتك، تخسر أموالك، تخسر حياتك، أنا أخسر حياتي أحسن مما أكون بائس في الحياة، هذا الموت أشرف من حياة لا قيمة لها، أنا اللي دور في الحياة، هذا راح أقوله. ثالثا،
شوفوا احنا عندنا دور في الحياة. الثالث، الحكمة لا تدع لأي إنسان على وجه الأرض أن يمارس دوره بأقصى حد بشكل كامل، ما تدع ما تخلي. أخيرا الحكمة تحفزك أنه روح حكمة، هذه روح مارس حياتك، صير دكتور مثلا فلان. بس هذا الدور اللي أنا الآن جاي أقوم به، إحنا الملايين من البشر، صدق هذا دورنا جاي نمارسه بأقصى حد؟ بالله عليكم، بالله عليكم، هذا هو هذه غاية طاقاتنا؟ هذه الحكمة تحول دون أن يمارس الإنسان دوره بأقصى حد، بل تحفزه أنه لا يبقى ينحسر من الحياة، روح اشتغل، روح مارس دورك، بس ايش قد 10% في أفضل الفروض، إذا مو 1% تخليني أمارس دوري. صدق إحنا عنا البشر، إحنا هذا الشغل اللي جاي نشتغله، بالله عليكم هذا كل ما يمكنه أن نقوم به؟ شنو إحنا جاي نسوي؟ والله الإنسان يموت أحسن من هذا الدور، وهذا غاية آمالنا. غاية شنو؟ إذا هم أكو آمال كبرى في الرأس، هي هذه مستوطنة بالرأس، خلاص ماكو أي سلوك يؤدي إلى هذه الآمال الكبرى. سلوكنا يقول فمثل كلش جميل حقيقة، من أروع ما سمعت، يقول أعيش أفكر دوليا وأعيش قرويا. أفكر أنه أريد أصير مثلا أكبر خطيب، بس شنو عيشتي؟ شنو يا عجائز؟ إذا مجموعة عجائز ويجون يبوسون عبايتي وأنا مكيف أنه خلاص أدي في الدور كبير، هاي هذا دورنا، هذا هذا في أفضل الفروض حقيقة. أفكر دولية، لما تقعد وياه يحكي وياك فتشي بالعالي يضرب، يحكي حكي راقي حقيقة. أنا شايفه هواية لما أحكي وياه واحد، أقعد وياه واحد يحكيني بالاستراتيجية، الصدق أثول أنا حقيقة، أتخبر شنو دي يقول هذا، يحكي حكي راقي راقي حقيقة، أحس بالتقزم أمام حكي كلامه، حكي استراتيجي راقي. بس لما أجي أشوف هذا بالأوليات مشكل، هذا هذا تاية، هذا أسخطية، أبسط مصالحه وأموره ما مأمنها، ما مدبر، هذه كلها على المحك، شنو شنو العيش هاي؟ تحكي تقعد ويا يحكي لك يضرب الأخماس بالأسداس، شنو السماء بالأرض، يحكي لك فتحكي حقيقة كل عقل يخضع له، بس على الأرض لما تجي تشوف هذا ما يخشمه، ما يقدر يجرب فوقك. المصيبة، المشكلة الرابعة، الثالثة، ها، تمنع الإنسان من ممارسة دوره في الحياة بأقصى حد، وتفرض عليه دورا محدودا ضئيلا جدا، ضئيلا بالمقارنة إلى قابلياته في جميع أبعاد الحياة. إنسان هذا، أنت أمير المؤمنين يقول أتزعم أنك جبان صغير. ثالث، رابعا، إنها هاي الحكمة نزاعة وميالة إلى القياس والمقارنة، دائما تقارن تقيس. إذا تريد تشوف دوري شنو، أقيس نفسي مثلا بأخوي، بابن عمي، بابن خالتي، أشوف لها وضعي زين. هاي من مصائب الحكمة، هذا قياسة، أكو مقاييس، أكو معايير، أيسا معايير بالآخرين تقيس الإنسان وتقيس بالظروف الأخرى. أنا أقلم سيارتي كذا وذاك سيارتي طيحاض بيتل، هاي فلوكس يسموها بيتل، أنا سيارتي مثلا مرسيدس. نقيس دائما، الحكمة تقيس، ومن خلال القياس تصدر الأحكام، تعطي شنو استكرات، تقيس قياسات. فأنا الحكمة تقول لي أنت حالك زين يا لا، تشوف أن الآخرين شلون، صحيح، تشوف الظروف الأخرى شلون، أنت جاي تعيش خب في قم مثلا أو في النجف الأشرف، مو مفروض تحصل على أرباح مثل هذا اللي يقعد في نيويورك مثلا، ليش مو مفروض؟ دائما قياسة، هاي من جملة آفات الحكمة، تقيس الأشياء ومن خلال القياس تصدر أحكام، أنه أنت في حالة زينة أو مو في حالة زينة. أشوف نفسي أنه أنا مثلا الآن رابح 10%، خب 10% هواي قليل هالسنة، روح شوف نفسك، السوق كلهم خسرانين صفر، الآن 10% جول، شو اسمه، أنت الآن 10% فوق، فأنا كل زين، فليش أروح أتعب أكثر؟ ما
ماكو هذا التحفيز اللي يحفز الإنسان، اكتب بطل الحكمة، لأنه تقيس تقيس أنت بالقياس إلى كل اللي في السوق حالك أحسن، كلهم تحت 10 تحت الصفر، أنت 10 فوق الصفر، فأنت حالك أحسن، أنت 10% رابح، هذولك 10% خسرانين كل السنة مالتهم. هذه مصيبة، هاي من كوارث من آفات الحكمة حقيقي. الحكمة عقل بعد تفهمك، تقول لك بابا أنت حالك زين، فهذا حالك زين، فإذن أنت ما يأرقك 10%، ولك أنت بهالإنسان، أنت خليفة الله في الأرض، أنت لازم 10%. خو يقول خو البقية كلهم طايحين، خو ما يخالف، إذا كل الناس يريدون يضيعون بهاي الحياة الدنيا أنت لازم تضيع، هو أغبر ضايع، أنت لازم تضيع. هالقياس صدقوني قياس، مستحيل واحد يقدر يطلع من القياس. ذاك المرجع مثلا ما يدبر، خو أنا أقلا فكم شغلة جاي أسوي، شنو كم شغلة، العالم كله ضاع، وينك أنت، وين تصديك أنت، خو أنا هواي أحسن من الآخرين، أحسن من الآخرين، شنو فايتك هاي رسالتك هذه، لأنك تكون أحسن من الآخرين. مصيبة، كارثة حقيقة. العقل لما يكون واعي، لما يشتغل عدل، يبدأ يقيس ويستصدر الأحكام، صحيح، والانطباعات من خلال القياس مع الآخرين ومع الحالات والظروف. هذا أربع، نزاعة للقياس والمقارنة مع الآخرين، مع أن الحياة يستحيل قياسها واستنساخها، وبذلك تسلبنا عبقريتنا. هاي الحكمة تسلبنا الخاصة بكل واحد، كل واحد من عندنا عبقرية بلا حدود. هاي الحكمة لما نتقيس تسلب عبقريتنا. بابا ماكو قياس في الحياة، القياس باطل في الحياة، لا تقيس هذا بهذا، أنت تمتلك طاقة بلا حدود، هذا الإنتاج لا يقارن بتلك الطاقة الهائلة. خامسا، إن الحكمة تمهد بشكل موصول لحالة الرضا العميق بالموجود. دائما ترضى الإنسان، وداك تتعب نفسك، ارضى بالواقع، ارضى بهذه الحالة، اقنع بهذه الحالة، من جملة آفات الحكمة. والاكتفاء بالمستوى الضحل القائم، المستوى القائم مهما كان ضحلا اكتفي به، وتقلص كل تحفيز وتثبطه، بل تغذي نزعة التوقف عن المحاملة. أكفد نزعة في النفس، الإنسان ليش يحاول، يتوقف عن المحاولة، هاي النزعة الحكمة تغذي هذه النزعة، لأن عدم المحاولة لن يحقق خزيا واضحا أبدا. خزي هذا الإنسان اللي ما يتوقف عن المحاولة أبدا، ما راسه متن ما ينظر بالحائط، فهاي نزعة التوقف، ليش أنا أروح وراء دوخة راس، شنو أنا على كون أحتاج مشاكل، ليش أروح أورط نفسي، هاي فد نزعة، نزعة التوقف عن المحاملة، محاولة الآن عندي ماشي أموري، على كون ريوقي، غدايا، أهلي، أولادي، سيارتي، بيتي، ماشي الأمور، هاي النزعة أكو في الموجود في النفس، نزعة تجنب المحاولات، هاي النزعة تغذيها الحكمة. فهي الحكمة، شوفوا، أبو التكيف مع الظروف كله، تبدأ بالتكيف، هاي الظروف الموجودة اتكيفوا ياها، التكيف مع الظروف، والقبول بالواقع والخضوع له والجمود عليه. أبو التكيف هي الحكمة. أنت حالك بعد هسه، هاي الرزية اللي بيك، اسأل بأي مكان موجود، هاي الرزية تحملها. أبو التكيف هي الحكمة. سادسا، إنها أعظم جهاز تشويش في عقولنا في وجه المبادرة والإقدام والتصدي والنهوض. تشوش تشوش بس عندك فتحافز، تبدأ تقول لك وين بابا، وينك تروح، تناقش، تبدأ، قلت الحكمة تتقن تعابير جدا بليغة في التثبيط، تشوش على الإنسان، بس الإنسان يبدأ في فتح حافز، رأسا تبدأ تشتغل تشويش، تشوش بابا أنت ذاك مديون ذاك، وهذا ضدك، وهذا يحكي عليك، بس تقرر أنه تسوي فد شيء جديد، تمارس فد نشاط جديد، رأسا تشوش عليك، تجيب لك كل مصايب الدهر على رأسك، تشوش
شايف انت شو ذبذبات؟ حتى شنو هاي العزيمة، هاي الطاقة المتكونة اللي جاي تحدث حركة في عضلاتك، هاي الطاقة شنو؟ تخور، تحدث تشويش، إنها تتقن تعابير بليغة للغاية في وصف المخاطر وإضفاء طابع سلبي وتشاؤمي على شنو؟ مبادراتنا. بليغة جدا، بس عندك مبادرة رأسا تجي فالكلمات معسولة جميلة جدا، كلمات على كل حال مأخوذة من العرف. إيش وداك أنت؟ شنو أنت طلاب مشاكل؟ هاي عبارات. أنت إنسان متهور، أنت إنسان مختل العقل، أنت إنسان أبله أخرق، شوفوا تشوش عليه. فشنو المبادرة؟ تنلاصج، تفقد الطاقة الأساسية. سابعا، إنها تعادي خلق تعريف جديد. شوفوا هذه من المطالب جدا مهمة. الحياة مو يقولون العالم متغير، مو أول كلمة بالمنطق قريناها، العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث، العالم متغير. إذا أنت بادرت وتصرفت تصرف خاص فأدى هذا التصرف إلى فشل، المرة الثانية لما تبادر مو بالضرورة حتى لو كان نفس التصرف يؤدي إلى فشل، لأن العالم متغير ذاك الوقت. حتى بالنجاح الشكل العالم لا يمكن استنساخه، الظروف ذيك الوقت كانت مو مؤاتية، هذا الجهد أدى إلى شو اسمه، مو بالضرورة أنه مرة ثانية لما تحرك الجهد يؤدي له، والله مو هالشكل. العالم جدا متغير، جدا معاييرة تتغير، كلش متبدل. فإذا أنت أي مبادرة عندك حاول تعريفك للأشياء تغيره بنفس التعريف، لا تعرف الفشل السابق. العالم لا يستنسخ، التعريف السابق باطل، جاهلية، غلط، ضلالة. بس الحكمة مصيبة شنو؟ لا تسمح بالتعريف الجديد لأي حركة، لا تسمح. الحكمة تقول هذا الشيء لما أدى إلى هذا الفشل فلا محالة الآن مرة ثانية يؤدي لنا، لا مو بالضرورة. أو إذا فلان أقدم وما نجح فأنت راح تقدم خور، أنت راح تفشل، مو هالشكل. فلان يمكن لسانه كلماته أسلوبه يمكن ما نجح بسبب بعض الأمور، ما يمكن استنساخه بكل أبعاده. فأنت تعال ابدأ تعريف جديد للمحاولة. مثلا فلان شخص بدأ مثلا في تأسيس مؤسسة وما تمكن، أو فشل معه مثلا في قضيته مع امرأة مثلا، مو بالضرورة أنه أنا أفشل، مو بالضرورة هذا الشيء. ليش؟ لأنه هذاك أعصابه، ظروفه الاجتماعية كذا تختلف. ليش احنا نجي؟ الحكمة دائما تؤكد على تعريف الحقائق الأشياء بشكل استصحابي، أبدا ما تسمح أبدا بتعريف جديد. والحياة كلها جديدة، كل يوم السيد البرجودي معروف عنه يقول أنا في كل يوم الرجل، كلها جديدة الحياة. فلازم أنت في أي خطوة حتى سبقت منك أو من غيرك تريد تقدم، إيه لازم تخطط، ما يصير هالشكل على كل حال إنسان هايم هيجي خشش راسه يدخل، لا لازم تخطط. بس بالله عليك لا تخطط بنفس المعيار القديم، وإلا تنصل إلى نفس النتيجة القديمة، والعالم ليس معاييرها هالشكل. يجب أن تخطط بس بمعايير جديدة، حتى لو أنت كنت، حتى لو بارحة كانت القضية، اليوم في شكل ثاني. أنا في كل يوم جديد، اليوم المقومات تتغير، في كل يوم المؤهلات تتغير، الظروف تتغير، مواهب الحياة. هسه هذا البارحة أنت حكيت وياه ما تفاعل، اليوم راح أحكي وياه يتفاعل، يتفاعل حقيقة يتفاعل. لا تخلي أنه لا تفاعله معيارا، هذا لا، هذا الظروف تسببت هذا اللا تفاعل، هذا الظروف اليوم غير الظروف مال البارحة. بس مصيبة الحكمة تقول لا، مش الحكمة ما تدع مجال لتحليل تعريف جديد، أصلا ما تدع. إنها تعادي خلق تعريف جديد للأمور التي اقترنت بالفشل والضرر سابقا، بل تحاول جعلها عالقة بنفس الوصف القديم، عالقة بالرغم من أن العالم متغير بوتيرة متسارعة، متغير مو أصلا كل معادلاته تتغير.
مع ذلك الحكمة ما تسمح. المعايير نفس المعايير، تعريف جديد ما تسمح للتعريف الجديد. إذا ماكو تعريف جديد فالفشل محتم، لأنه هذه المعايير اللي تضعها الحكمة معايير قديمية، والمعايير القديمية أدت إلى فشل سواء من الإنسان أو من الآخرين أو من الحياة كلها. ثامنة، إنها نزاعة إلى المثالية. شوفوا يقول لازم كل الأمور، دائما شوفوا أصحاب المشاريع يقول لازم تتهيأ كل الأمور، الأمور على كل حال تتاح حتى أنا أقدم قدم. دائما الحكمة تقول له الأمور والظروف والشروط مو مهيئة، وأنا كنت تقدم أنت ليش تتقدم؟ مع أنه أي إنجاز في الحياة لا يمكن أن يفكر فيه هذا التفكير. المثالية أخيرا نتيجتها الفشل. أنت تريد كل الأمور تترتب، أريد أتزوج فلازم أولا أتوظف، ثانيا أحصل على راتب، وبعدين عندي بيت، وبعدين سيارة. شنو الحكي هذا؟ شنو العجل هذا؟ أنت أخيرا إلى آخر حياتك ما تقدر تتزوج. أنت هاي المثالية مؤاتية، الظروف المؤاتية. يقول أريد مثلا أأسس فضائية، ما أنا ما أطلع على القمر إلا لم كتاب. شنو العجل؟ كتاب شنو؟ لازم كل الأمور، وبعدين مثلا البيكسل لازم يكون 3 بيكسل وأنا 2 بيكسل اللي هو تشوش بالصورة كذا ومو شفافة. أنا عندك الآن إمكانات تطلع على الفضاء مثلا ب2 بيكسل مثلا، وهذا ما راح يكون تلك الشفافية في الشاشة. خلاص أطلع، خلي الناس يشوفوك. أنت ابدأ، الله حتى الله على عظمته، على عظمته لما يخلق الإنسان اللي هو أشرف مخلوقاته، يخلق لا إيد عنده ولا لا رجل عنده ولا سنون عنده ولا يقدر يمشي ولا يقدر يأكل ولا فتشي ضحل، فتشي في غاية الوهن. الإنسان اللي يطلع من بطن أمه شنو؟ هتش لا أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ولا عدكم أي شيء آخر أيضا، حتى فد سنون ما عده الإنسان، حتى فد أكل ما يقدر يأكل. هذا أكبر إنتاج الله، مو بالضرورة أنت من أول يوم اللي تطلع على الفضاء تكون توب. شنو المعايير هذه؟ هاي الحكمة. لو ما تترتب الأمور أنا أبدأ بمقدار أعد لهم ما استطعتم. شنو عندك من إمكانات؟ ولو نص بالواحد الشاشة تكون مشوشة إلى أبعد حدود، اطلع أنت أبدأ بسم الله، قول شوي شوي الله يعينك، الله يدافع عنك، الله يمدك. أنت بس أمشي، أنت قول بسم الله، أنت اللي ما عندك همة مبادرة الله ما يعينك. نزاع إلى المثالية والتوقف حتى توفر جميع الشروط، مع أن الإنجاز يعادي ويعارض التفكير المثالي. الإنجاز الإنسان اللي ينجز، هذا أي تفكير مثالي ما يتوافق مع الإنجاز أصلا. التاسع، إنها تصرخ دائما في وجه الإقدام والمبادرة وتقول له تمهل يا أحمق. يا أحمق ليش؟ لأنه خلاف الحكمة بعد. هذا وما أرسلنا إلا قالوا ساحر أو مجنون، يا أخرق يا أبلة لا تورط نفسك. العاشر، الحكمة هاي المصيبة الأخيرة، إنها مذعورة دائما ومرعوبة ومفزوعة ومرهوبة ومن هالقبيل، وخائفة ومتوجسة من كل جديد ومن كل مجهول. الحكمة إذا شيء ما تقدر تحيطك عدل مرعوبة. هذا الإنسان اللي فتح باب صداقة وياك هذا منه الناس أعداء ما جهله، مرعوبة دائما هاي النفس. هاي الحكمة، الحكمة مرعوبة. الحكمة توجد رعب حتى شنو؟ تصونك، تحميك زين هذا، بس المشكلة أنه تتجاوز حدها في الرعب فخلاص تكلبتشك. النتيجة وفصل الخطاب. أولا، المصايب هذه كلما كانت الحكمة أرقى وأجود وأعظم وأعلى كانت آفاتها لا محالة أشد وأقوى وأفدح كارثية وأبهض تكلفة. الحكمة كل ما أرقى الخوف أكثر، التقاعس والتراجع أكثر. حكمة بعد لأنه هي شنو؟ مثبطة، فكلما كانت أقوى تثبط أقوى بلا شك. هذا بعد 2 في 2. ثانيا، فد مطلب جدا جميل. لاحظوا أكو هناك أحلام في بالي، أحلام آمال. هاي الأحلام بابا طلعها من بالك، ازرعها في الحياة الخارجية ولو تموت. تموت يعني شنو؟ يعني مثلا تبادر تسوي شغلة فتنفضح أمام الأشهاد، تصير أضحوكة
في أعين الناس والله أحسن، والله أحسن مما أن تدفن هاي تبقيها حية هاي الأعمال، هذه الحلم تخليها في بالك حية ودائما تورثك البهجة، عندك أمل أن تصير فلان، طلعها خليها ولو تموت في الواقع الخارجي وتصبح شنو تموت يعني شنو يعني تصبح أضحوكة، تسوي تبادر وتفشل، لما تفشل تصير أضحوكة بين الناس، هذا والله أهون مما أنه تخليها تعشعش بيها بالموخ وتخليها حية على قيد الحياة دائما 60 سنة أنت تنام على هاي هذه الآمال وتستيقظ على هاي مشطاحة هاي الحياة هذه، طلعها من هذا الواقع الخاطري الواقع الافتراضي، طلعها على واقع خارجي، خلي فد يوم ولو تشوف الحياة ولو تموت أحسن مما تبقى شي شنو بويضة ملم ملقحة في الخيال تعشعش عليه، فد يوم تريد تصير مثلا كذا لعن على هيك حياة تعيشها هذه. هذا إذا بقت في الخيال ما راح تموت لأنه على كنت تبقى حية ودائما تأخذ شحنة من النفس أنه فد يوم راح أكون كذا وفد يوم راح هذه تتحقق، فتبقى شنو تلهمني البهجة والسرور والحبور حية على قيد الحياة نابضة، بس شنو في الواقع الخيالي تخلي تكون ميتة في الواقع الخارجي مدفونة عفنة أضحوك تصير بسبب مبادرتك، أحسن مما تعيش على الخيالات. شنو هذا العيشة تعيشة حقيقية؟ كل خيالات إحنا عيشناها حياة، أريد أصير شنو فلان، شايفين البنت هاي البنت اللي طرش تصير بالبيت هذا اللي على كل حال شنو هاي طول عمرها قاعدة تأمل أنه فد واحد الفارس أحلامها يجي يأخذ بإيده طاحظها الحيشة هذه، روح عيشي حياتك وروح صارعي وياه هذاك ومهما يهضمك أحسن من ما إنسان بالبيت مرة بالبيت هاي بنت بالبيت هاي شنو إحنا كلنا هالشكل، كلش دائما نفكر بفارس أحلامنا يجي يأخذ بإيدنا، بابا طلع هاي الأمنية براسك طلعها برا ولا بتصير أضحكة ونفذها بعدين لما تموت هاي الأمنية ما يخالف بعدين فتح حلم ثاني وفتح حلم ثالث أخيرا في الشيء تصير أخيرا، ولا أنت تبقى هيك تخيس بالبيت. الإنسان لما يطلع برا يمارس الحياة مهما الزوج هضم حقها حقيقة ومهما أذاها ومهما اعتدى على حقوقها ومهما أخيرا هاي جت تعيش حياة طبيعية بالنتيجة زوج عنده وأولاد عنده وبالنتيجة الحياة معترك، أما الإنسان يبقى ببيته وكله قاعد يعيش على أحلام ومتى راح شد الأحلام تتحقق وأخيرا يقضي حياته كلها على أحلام يطلع من الدنيا على مجموعة أحلام، هذه عيشة حقيقة، هذه عيشة طبيعية للإنسان، إحنا جينا للدنيا أنت تنعيشها الدنيا نعيشها بهد كيفية بالله عليكم، اقعد لك كل يوم اقعد افكر وبعدين ادعي واله وخوف ادعي انت قدم خطوه للامام ابى الله ان يجري الامور الا باسبابها، انت قاعد بس تفكر انه فلان فخر طلع هذا الحلم من راسك ادفنه برا ولو تدفنه برا احسن مما تخليه عايش يعشعش ويغذيك بالبهجه والسرور، يغذي العنون يغذي الانسان فارس الاحلام في يوم راح يجي اخيرا من الانسان يطلع من الدنيا لا فارس احلام ولا بطيخ. ثالثا شوفوا العبارة إنها أن تموت وتهلك الأحلام والآمال والأهداف الحقيرة والخطيرة وتدفن في الواقع الخارجي والعالم الحقيقي، تموت وتدفن هناك ويصبح الإنسان أضحوكة الدهر على رؤوس الأشهاد، أفضل بكثير من أن تعيش حياة رغيدة في رؤوسنا، تعيش الأحلام تعيش حياة رغيدة براسنا ما يحوشها أي تضرر لأنه بالرأس مو برا حتى تصاب بمعاكسات الحياة، رغيدة في رؤوسنا وعالم الخيال والتصورات وتبعث في وجوننا وخاطرنا البهجة والسرور والانشراح. الثالث يجب الحيلولة دون إلغاء نشاط الحكمة، شوفوا الحكمة هل قد حكينا عليها ما يصير الحكمة أبرز مصالحنا، فلا تلغي نشاط الحكمة ولا تخدرها ولا تضعفها أصلاً، الحكمة مصالح الحيلولة دون إلغاء نشاط الحكمة ولا تضعيفها ولا تخديرها، بل يجب محاولة تنشيطها بشكل موصول ومستمر، فإنها أشرف فعاليات العقل ويقوم على نشاطها أبرز مصالح البشر،
الرابع شنو؟ يجب إيجاد توازن بين طاقتي العقل المتمثلة في الحكمة والنفس المتمثلة بالشجاعة والمبادرة والإقدام. لازم توازن. مو هذا الحكي معناته أنه الحكمة نضرب عرض الحياة كل مصالحنا مالة الحكمة هاي تحمي مصالحنا، بس لازم شنو في نفس الوقت اللي الحكمة فعالة يجب إيجاد توازن. لا تدع مجالا لأن تكون الحكمة ذباحة لهذه طاقة المبادرة وطاقة التهور. حتى الحكمة لازم تصون التهور، بس إلى درجة أنها لا تقضي عليها، تبقى مبادرا، تبقى مجازفا. المجازفة أساسيات الحياة. في نفس الوقت اللي تكون الحكمة فعالة بلا حدود، لازم تكون روح المجازفة فعالة بلا حدود. طبيعة المجازفة، قوة المجازفة القائمة في الشجاعة والإقدام. إن الله يحب، قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، إن الله يحب العبد الشجاع ولو بقتل حية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.